113 خريجا وخريجة من طلبة وطالبات كلية العلوم التطبيقية بصلالة هم من احتفل بتخرجهم وسط فرحة أولياء الأمور بإنجازهم وبما حققوه من معارف وعلوم طيلة فترة دراستهم بالكلية. في الحقيقة نحن اليوم نقدم كوكبة من خيرة أبناء كلية العلوم التطبيقية الخريجين، وهم بإذن الله محفوفين بالعلم الذي تلقوه في الكلية، وكذلك أيضا بتهيئتهم للدخول في سوق العمل عبر التدريب الذي تلقوه على رأس العمل في الكلية، وكذلك الورش التي كانت تهيئهم للدخول والمنافسة في سوق العمل. وفي الواقع أيضا جزء من هؤلاء الطلاب أو بعضهم قد التحقوا بسوق العمل. واقع نلامسه والحمد لله، فنعتبره كنقطة بداية نشيد بها لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا سواء كانت في الوظيفة أو كانت في الدراسات العليا. والحمد لله، وأخيرا أشكر الله سبحانه وتعالى ومن بعده ركائز وأهل النجاح وهو والدي. مبارك لجميع الطلبة الخريجين والخريجات على تخرجهم في هذا اليوم. كنا ضمن أسرة واحدة، تفاعلنا مع بعض، اندمجنا مع بعض، فتخرجنا مع بعض. الدفعة السادسة من الخريجين والخريجات من حملة البكالوريوس والدبلوم في البرامج التطبيقية، إدارة الأعمال الدولية، ودراسات الاتصال وتقنية المعلومات يمثلون رافدا لسوق العمل من أجل الدفع بعجلة التنمية. بمناسبة هذا اليوم وأهنيهم على هذه الجهد المبذول، وأقول لهم أن اليوم ليس نهاية المشوار بل بدايته، يجب أن نواصل هذا النجاح والمثابرة إن شاء الله. أبارك لكل الخريجين والخريجات في هذه اللحظة الرائعة، ونتمنى لهم حياة سعيدة ومستقبلا جيد إن شاء الله. العلم أوله مر كعلقمة والعلم آخره أحلى من العسل. الحين نحن نعيش هذه اللحظة، لحظة الفرحة والسعادة مع أصحابنا وأحبابنا في هذا المسرح، مسرح المروق بصلالة. صراحة فرحة ما لا توصف أبدا. عطاء آخر ينتظر الخريجين والخريجات في سوق العمل، والذي من المؤكد أن يبذلوا المزيد من العطاء كما كانوا على مقاعد الدراسة. سالم زعبنوت المهري من مسرح المروج بصلالة، محافظة ظفار.